ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، انزلي حالا دوسي اشتراك وفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. طيب، فيديو النهارده مختلف شويه. الطلب مني حالا ازاي اتعامل مع الراجل اللي مش مهتم بيا، مع الراجل اللي مش عايز يتكلم معايا، مع الراجل اللي بيتجنب كلامي اصلا. طيب، احنا هنوصل لحل مع بعض. الراجل ليه نكدي؟ الراجل اللي مش عايز يتكلم معاكي؟ الراجل ليه مهمل فيكي؟ ليه؟ اكيد انت بتعملي كذا حاجة بتخلي الراجل يعمل كده وينفر منك. انا ما عنديش خبرة قوي في موضوع العلاقات، انا ماشية كده بستر ربنا مع خطيبي، كل يوم طبعا مشاكل، بس انا خبرتي مع المشاكل بتاعتي مع صحابي، مع الحاجات اللي بشوفها، فممكن افيدك في الحتة دي. الراجل ما بيحبش ايه؟ الراجل ما بيحبش الزن، ما بيحبش الزن في اي موضوع. يعني مثلا انت بتتكلمي في موضوع معين، فالراجل ممكن يستوعب من 5 ل10 دقايق بس في اول الموضوع، بعد كده الموضوع بالنسبة له بيبقى تافه جدا، بيبقى لك كتير على الفاضي، بتصدعيه، بتخنقيه، ما بيبقاش مستحمل اصلا يسمع الموضوع. هو خلاص كفايه قوي 5 دقايق، يعني انت عايزه ايه اكتر من ال5 دقايق؟ بس كفايه عليكي كده. والله رد خير وبركه، ما ردش خير وبركه برضه، عشان لو كان هيرد كان هيزعق. فاحنا نتجنب الكلام الكتير معاهم في موضوع واحد. دي حاجات انا بعاني منها، لاني ببقى عايزه اتكلم، ببقى عايزه افضفض، عايزه اخلص الموضوع بكل تفاصيله. احنا كبنات متعودين لما بنتكلم في موضوع مثلا واحد لازم نخلص الموضوع بتفاصيله بحذافيره بقى، بصوا يعني عايزين ننهي الموضوع كامل. هو لا، هو كفايه عليه قوي 2 3 وايه خنقتيني يا حبيبتي، كفايه القرف ده. لو ما باين لكيش كده فهو من جواه بيقول امتى هتسكت. دي حاجه. تاني حاجه، الراجل ما بيحبش مثلا انت اتاخرت ليه تحت، قاعد مع صحابك بتعمل ايه، يكون بيعمل ايه. دي حاجات انا كنت بعملها زمان وحاليا اتعلمت منها، وان شاء الله يبات تحت في القهوة ما بكلموش. بتعمل ايه مع صحابك؟ يعني بتلك في ايه؟ بتلعب ليه؟ طب ما تتكلم معايا انا. بصي، الرجالة عندهم حبيبتي وروحي وعمري وكل حاجة، ليكي وقتك. الوقت التاني قهوة، لعب دومينو، لعب مش عارفة طاولة، ده الوقت بتاعه هو كده مخصص. زي ما انت مثلا ليك وقت السكين كير بتاعتك، وقت مثلا العناية ببشرتك، وقت العناية سكين بودي بتاعك، البودي كير بتاعك، تمام، السكين بتاعتك، الهير بتاعك، كل الحاجات دي انت بتبقي ايه عايزة وقت ليها. اليوم اللي انت بتخصصيه مثلا انا هحط المانيكير كذا وهعمل شعري سشوار وبليس ومش عارفة ايه، هو ده بالنسبة له فعلا الوقت الفراغ بتاعه اللي هو القهوة واللعب. فانتي ما تجيش بقى تقولي لي مثلا لا مش عايز يكلمني، عايز يقعد على القهوة. هو بيقعد على القهوة، ده الوقت الفراغ بتاعه، كأنه سافر مثلا باريس، فاهمة؟ قاعد مع صحابه وما بيعبرنيش، ما هم صحابه، انتي بتقعدي مع صحابك في التليفون 24 ساعة، فاهمة؟ فهو كمان بقى محتاج يقعد مع صحابه. حاجه تانية، الراجل بيكرهها ان انت تركزي معاه قوي في تفاصيله. انت مثلا اتكلمت الكلمه دي ليه؟ طب قلت كده ليه؟ بتقعدي له على الواحده زي ما بيقولوا تتلككي له، ما بيحبش كده، عايز يهطرش بالكلام. دي حاجات انا بعاني منها برضه، يقول اي حاجه في اي بتنجان وانت ما تتكلمينيش، عارفه ايه انت هتقفلي على الكلمه ولا ايه؟ فاحنا اساسياتنا لازم نتعامل معاهم على اساس ان هم دماغهم صغيره قوي واطفال. يعني شفت انتي ما بتاخدي الطفل على قد عقله، لازم نتجنب الكلام معاهم الكتير. اتكلمي وكل حاجه بس ما تكتريش في الموضوع عن 15 دقايق، فاهمه؟ عشان اكتر من كده هيزهق. ما تركزيش معاه، سيبيه يا ستي يقعد على القهوه براحته احسن ما يتعارك معاكي. الراجل المهمل بقى زي ما انتي ما بتتعامليش معاه وما بتعاتبوش ان هو بيهملك، انتي كمان اهمليه لما يجي يعاتبك. قولي انا ما بعاتبكش ان انت بتهملني، خلاص ما تجيش تعاتبني. فاهمين يعني ايه؟ يعني اسكتي عن الموضوع، شوفي اخره ايه، ما تعاتبوش.
السي في انت مثلا كلمك النهارده تمام، ما كلمكيش ما تكلمهوش، بكره هكذا، بعده هكذا، لحد ما تشوفي هو ناوي على ايه، يعني هو عايز ايه بالظبط. هل بيهملك عشان يسيبك، ولا هو اصلا طبعه مهمل، ولا هو ما بيحبش الكلام الكتير، ولا ايه بالظبط نوعه يعني في يوم الاسود ده؟ تمام، سيبي ما تتكلميش معاه، عشان كل ما انت هتتكلمي وكل ما كل ما هتعبي هو هيسوق فيها اكتر. تمام كده، ده خبرتي انا في الحتتين دول. فانا اخيب اصلا يا جماعه، انا بس بديكم فكرتي عن الموضوع، وياريت بقى تقولوا لي ايه رايكم، يعني رضوى في نفسي ولا ايه. تمام، استنوني بقى في الفيديو الجديد، ويا ريت محدش يسألني أسئلة زي دي، او لو سألتوني هحاول ابحث عن المواضيع دي، لاني بجد مش ماليش خبرة قوي في المواضيع دي، بس يلا احاول عشانكم بس.